نشرة أخبار مسائية ونتابع فيها. تحرك دولي ينشط في المنطقة لمنع الانفجار الكبير، وزيرة الخارجية الألمانية في بيروت وبلينكين في الرياض، وتسريبات خطة إسرائيل لضرب إيران تعكر أجواء الهدوء الحذر. في الملف العراقي، خطر بيئي يتربص بالمواطنين، انبعاثات المصانع تقتحم المنازل، وانتشار مخازن لمواد كيميائية غير مرخصة يمثل قنبلة قد يشتعل فتيلها في أي لحظة. في الأحداث اللبنانية، أعلنت الصحة هناك أن الغارات الليلية لجيش الاحتلال أودت بحياة 19 شخصاً وأصابت 35 آخرين على النبطية وبعلبك والهرمل جنوبي وشرقي لبنان. من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل 3 قياديين في حزب الله، فيما شن سلسلة غارات على مدينة سور الساحلية. هذا وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن حركة الملاحة توقفت في مطار بن غوريون بعد سماع دوي انفجار في تل أبيب واعتراض صاروخين أطلقا من لبنان. هذا ورد حزب الله اللبناني بقصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية وصفها بالنوعية. وزير دفاع الكيان الإسرائيلي يوآف جالانات قال إن العالم سيدرك ما قامت به إسرائيل من استعدادات بعد أن تقوم بضرب إيران. وأضاف جالانات خلال زيارته لقاعدة جوية إن إسرائيل سترد على إيران بعدما شنت طهران هجوما صاروخيا كبيرا عليها في الأول من أكتوبر الحالي، وسيدرك حينها الجميع ما الذي تضمنته عملية التحضير والترتيبات والاستعداد. يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في السعودية مع كبار المسؤولين وقف إطلاق النار في غزة واحتواء التصعيد في لبنان، وذلك بعد وصوله إلى الرياض قادما من إسرائيل ضمن جولة إقليمية. وبالتزامن مع زيارة بلينكين، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرابوغ إلى بيروت لإجراء محادثات والتوصل إلى حل دبلوماسي قابل للتطبيق للصراع الدائر بين إسرائيل ولبنان. هذا ويستمر سجال النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في ظل تصعيد متسارع على جبهات عدة، ما يهدد باندلاع صراعات أوسع نطاقة. فبعد التصعيد والتوتر المتزايد مع إيران وقصف للأراضي المحتلة من فصائل في العراق، تبدو المنطقة على أعتاب تحولات كبرى قد تغير مسار الأحداث بشكل جذري. على وقع تصعيد متزايد يعيش الشرق الأوسط أيامه، حيث تتشابك الأحداث السياسية والعسكرية على جبهات عدة، ما ينذر بمزيد من التوترات التي قد تفضي إلى تطورات غير متوقعة. في لبنان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وهو يدخل شهره الثاني، مستهدفا البنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية، حيث بلغ عدد من فقدوا حياتهم 2546 شخصا وقرى قرابة 12,000 جريح، وعداد الضحايا في تزايد. وعلى الرغم من هذا التصعيد، يبقى لبنان في قلب العاصفة مع استهداف قادة بارزين في حزب الله، آخرهم بحسب الادعاءات الإسرائيلية هاشم صفي الدين، من دون تأكيد من الحزب حتى الآن في ظل تبادل القصف بين الحزب والاحتلال. على الجانب الآخر، تتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل بعد تسريب وثائق سرية تشير إلى استعدادات إسرائيلية لضرب إيران رداً على هجوم صاروخي إيراني. تسريب يضيف بعدا جديدا للصراع، ما يزيد من المخاوف حول احتمالية توسع المواجهة إلى نطاق إقليمي أوسع.
في العراق أعلنت فصائل استهداف عدة مواقع إسرائيلية بطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني واللبناني. تطورات تشير إلى أن العراق قد يكون طرفا أكثر انخراطا في المعادلة العسكرية المستقبلية. وفي ظل هذه التوترات تبرز الجهود الدبلوماسية الأمريكية لاحتواء التصعيد، إذ يسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته للشرق الأوسط إلى الدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة وتجنب التصعيد مع إيران. على ضوء كل ذلك تبدو المنطقة متجهة نحو مزيد من التعقيد والتشابك ما بين الضغوط العسكرية والمناورات الدبلوماسية، مع احتمالات مفتوحة لتغيير في موازين القوى أو توسع لدائرة النزاع إلى مستويات غير مسبوقة. وفي خضم التصعيد بين إسرائيل وإيران ومع تبادل التهديدات العسكرية، ظهرت وثائق مسربة تتعلق بالتجهيزات الإسرائيلية لضرب طهران في إطار الرد المرتقب. التسريب الذي تم عبر تطبيق تيليجرام أثار عديدا من التساؤلات حول مصدره ودوافعه وتوقيته وتأثيره المحتمل على الوضع في المنطقة. وثيقتان سريتان للغاية تم تسريبهما حول استعدادات إسرائيل لضرب إيران عبر قناة ميدل إيست سبكتاتور على تطبيق تيليجرام، حيث أشار الكاتب والدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بنكاس إلى أن هذا التسريب يثير القلق حتى أن اقتصر الضرر على هاتين الوثيقتين فقط، محذرا من احتمال وجود مزيد من الوثائق المتعلقة بمواجهات دولية أخرى. في البداية قوبل التسريب بالتشكيك كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، حتى أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون صحة الوثائق، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات لتحديد مصدر التسريب، رغم أن الضرر الذي لحق بالأمن القومي الأمريكي يبدو محدودا في هذه المرحلة بحسب البنتاغون. يقول الخبراء أن التسريب المتعمد لمعلومات الأمن القومي يعد جريمة جنائية، بينما قد يشكل خيانة بحسب الظروف وحساسية المعلومات. يأتي ذلك في ظل تكهنات حول دوافع التسريب التي قد تتنوع بين معارضة سياسية أو تحذير أو حتى مكاسب مالية بحسب مراقبين. واستنادا إلى أبحاث أكاديمية، فإن التسريبات عادة ما تهدف إلى التأثير على السياسة أو توريط شخص ما أو تحسين العلاقات مع وسائل الإعلام، لكن هذا التسريب المتعلق بإسرائيل قد يكون مزيجا من هذه الأنواع. واستبعد محللون أن يكون التسريب ناتجا عن ضغوط أمريكية على إسرائيل. الوثيقتان المسربتان تستندان إلى صور أقمار صناعية التقطت في 5 و 6 أكتوبر، وتفصلان الاستعدادات الإسرائيلية لضربة محتملة على إيران ردا على إطلاقها 181 صاروخا باليستيا. إحدى الوثيقتين تتعلق بتمارين لسلاح الجو الإسرائيلي، والأخرى بالاستعدادات للذخائر والطائرات المسيرة. تداول الوثيقتين تم في إطار تحالف العيون 5 الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا. رغم أهمية هذه الوثائق، تبقى التفاصيل حجم الضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران غير واضحة المعالم. عراقيا في ملف بيئة العراق، كشفت بيئة البصرة عبر UTV عن وجود مخازن مخالفة لشروط السلامة وغير مرخصة، وحذرت من خزن المواد الكيميائية في العراء بعد ضبطها كميات كبيرة من الكبريت في أحد مزارع صفوان الحدودية المحاذية للكويت. التفاصيل نتابعها في تقرير سعد قصي. تحذيرات من مخاطر صحية وبيئية تهدد سكان البصرة هنا. تنبيه أطلقته وزارة البيئة نتيجة انتشار مخازن للمواد الكيميائية غير المرخصة والمخالفة لشروط السلامة. والأخطر من ذلك هو خزن هذه المواد بالعراء بدلا من القاعات المغلقة كمادة الكبريت التي ضبطت آلاف الأطنان منها في إحدى المزارع.
المخالفات اللي جاي ترتكب من القطاع الحكومي وبعض الشركات ضمن القطاع الخاص. الحقيقة يوجد هناك الكثير من المخازن اللي غير مجازة بيئيا واللي مخالفة للمعايير البيئية والصحية، حتى أنه الكثير من المواد الكيميائية تخزن بالعراء، يعني مو في قاعات مغلقة وصالات مغلقة. على سبيل المثال مؤخرا عثرنا على مزارع تحتوي على آلاف الأطنان من مادة الكبريت في منطقة سفان. حقائق تدعو إلى إجراءات حكومية صارمة تمنع الخطر من اتساع رقعته، بعيدا عن الخطوات الخجولة الحالية التي لم تحد من تلوث قطاعي النفط والغاز. تلوث بيئي كبير حقيقة، ويعاني من سكان المنطقة. هناك تلوث، وهناك أمراض سرطانية، وهناك فشل كلوي كبير حقيقة، خاصة المناطق المنتجة للنفط كشمال البصرة وكالشعيبة وهواي كثير من المجنون. نعم، المواد الكيميائية المتهم الجديد بزيادة التلوث في البصرة هنا يستورد العراق كميات كبيرة منها نظرا للحاجة إليها في عمليات الاستخراج النفطي، وكذلك دخولها في بعض الصناعات. ورغم إشراف وزارة البيئة على نقلها، فإن المخالفات التي ترتكب خارج سياقها تؤدي إلى إلحاق الضرر الصحي. المواد الكيميائية تدخل للبلد آلاف الأطنان يوميا لحاجتها في عملية المعاملة الآبار الاستخراجية النفطية بالدرجة الأساس، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى في الصناعة وغيرها. احنا نشرف على عملية إدخال هذه المواد، ولكن هناك في بعض الأحيان مخالفات خارج هذه السياقات هي اللي جاي تتسبب بمثل هكذا مشاكل. هذه المخالفات تأتي في وقت تؤكد فيه وزارة البيئة خلو الموانئ من حاويات المواد الخطرة القابلة للانفجار بعد نقلها وخزنها في منطقة نائية تمهيدا لإتلافها. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. ومع ارتفاع التلوث البيئي في بغداد، اشتكى مواطنون في الأنبار من ازدياد حالات الاختناق بسبب دخان المصانع، فيما قالت وزارة الصحة إن تكاليف علاج الملوثات من دون وجود وقاية ترتفع إلى مستويات عالية. التفاصيل من الأنبار مع نبيل عزامي. هنا شرقي الأنبار تتصاعد سحب الدخان منطلقة من المصانع صوب رئة سكان الفلوجة. تلوث بيئي في مدينة أخرى يضاف إلى الانتكاسة البيئية التي تتعرض لها العاصمة بغداد في وجه لأزمة صحية جديدة تستهدف الأحياء المحاذية للخط الدولي السريع. كأننا نعيش في مدخنة، الجو تحول دخان أسود زائد غبار وممزوج مما أثر على الأجهزة التنفسية طبعا بسبب معامل الزفت، ويوجد معامل الطابوق الناري. الأطفال هم الفئة الضعيفة الأكثر عرضة لهذا التلوث، وأعدادهم بدأت تتزايد في العيادات بسبب التلوث وكثرة المصانع، وأيضا بسبب يعني كثرة السيارات والازدحامات الحاصلة عندنا، خصوصا الأطفال اللي يعانون من الربو والحساسية، فزادت هيك عندنا هيك حالات. وأيضا بسبب يعني جفاف الجو وقلة تساقط الأمطار، هذا أيضا واحد من العوامل. وزارة الصحة تقول إن تلوث المصانع انتقل إلى مرحلة زيادة تكاليف العلاج بواقع 60%. أي تلوث في الجو راح يكون هناك مشاكل صحية للمواطن، وهناك صرف لمبالغ هائلة مثل ما معروف، يعني صرف دولار على الإجراءات الوقائية يخفف 70 دولار على الإجراء على العلاجية. وبحسب الخرائط البيئية فإن الفلوجة تقع بين أكثر المناطق تلوثا، العاصمة شرقا والرمادي غربا، بسبب مصانع الإسفلت ومخلفات احتراق النفط الأسود، إضافة إلى توسيعة عمرانية لم تأخذ بالحسبان وجود هذه المصانع. نبيل عزام، UTV، الأنبار. وفي نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.